السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا. اليوم راح نتكلم عن سماد أكاديان. السماد هذا منتج سعودي من شركة قصر الخليج. ممكن نسمي السماد هذا السماد البطل صراحة، يعني سماد شبه كامل، فيه جميع العناصر، فيه طحالب بحرية، فيه هرمونات تجذير، فيه يعني أشياء كثيرة جدا تشجعك أنه أنت تشتري المنتج هذا. طبعا أنا لا أسوق المنتج، يعني هذه شركة معروفة، لكن نرغب أن نعرف وش في المنتج هذا. طيب لو لاحظنا يا أخوان أنه نبدأ نشوف المكونات والأشياء اللي تدعوك لشراء هذا السماد، يعني زيادة في محتوى النبات من الكروفيل، هذا أمر مهم ومطلب. الأمر الثاني زيادة كمية وجودة المحصول، تشجيع تطور ونمو وانتشار الجذور، ترى معليش الشوف شوي لذلك تحملوا. أيضا يعني الخصائص اللي هو يدعمها، هنا نشوف العناصر اللي مكون منها هذا المحلول. طيب مستخلص طحالب، مادة عضوية، كربوهيدرات، أحماض أمينية، طيب النيتروجين، الفسفور، البوتاسيوم، وهذه نسبها موضوعة هنا، في كبريت، مغنيسيوم، كالسيوم، حديد، نحاس، زنك، منغنيز، بورون، يعني أمور كثيرة، بالإضافة إلى طريقة الاستخدام، كيف أنت ممكن تستخدم السماد هذا. ممكن أنه أنت تستخدم رش على الأوراق أو من خلال الري، يعني معلومات صراحة ممتازة جدا جدا عن السماد هذا. كذلك يا أخوان لو نظرنا إلى بعض المعلومات اللي موجودة هنا، تنشيط الكائنات الدقيقة المفيدة في التربة، زيادة مقاومة الإجهاد الناتج عن الظروف البيئية، وذلك بزيادة فعالية مضادات الأكسدة، يزيد من مقاومة النباتات للآفات والأمراض الزراعية عن طريق زيادة المقاومة الجهازية المكتسبة. طبعا السماد هذا أنا مريت إحدى الشركات واشتريته، اسمها شركة أسيدكو، واعطوني هذا جالون 5 لتر، شايفين أكاديان طحالب بحرية، 85 ريال قيمته. أيضا مريت شركة أخرى ثانية اللي هي شركة النعيم، وأخذت من عندهم الأسمدة هذه. لازم أنه إحنا دائما نسأل يعني ونبحث ونشوف الناس اللي أخبر منا يعطونا معلومات. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق.